أسعد الله يومكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم، والتي نستعرض فيها الموقف السافر الحاقد المشين المهين للبرلمان الأوروبي في وضع لا يعنيه، يحشر أنفه في وضع جزائري لا يهمه إطلاقا، موقف كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا الموقف الأوروبي في السابقة الكبيرة السابقة في تاريخ العلاقات الدولية أن يصدر قرارا في حق الجزائر فيما أسمته المضايقات وعدم وجود حقوق الإنسان كما ذهب إليه تقرير البرلمان الأوروبي. مشاهدينا الكرام، سنستعرض في هذا الموقف من البلاد اليوم إلى ردود الفعل الرسمية وكذا الاستنكار الشعبي حيال هذا الموقف السافر. ولمناقشة هذا الموضوع يسعدني استضافة في البلاطو الدكتور يوسف قاسميو، هو المنسق العام لمنتدى النخبة والكفاءات الوطنية. مرحبا بك سيد. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الكريمة. أشكرك أنت كذلك على تلبية الدعوة. لو سألتك عن موقفك من هذا الموقف البرلمان الأوروبي سأكون ربما ساذجا، لأن رد الفعل هو الوطني الملتزم أن لا يقبل هذا التدخل. السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه، لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ من دعانا إلى أن البرلمان الأوروبي يتدخل بموقف سافر في موقف الجزائر؟ تعليقك سيدي الكريم. شكرا سيدي. بداية، ليس مستغربا أن تتردد مثل هذه المواقف خاصة من الضفة الشمالية المتوسط، ونحن نعرف في سياق تاريخ التحالف العنصري الذي كان من دول الاتحاد الأوروبي حاليا أو المجموعة الأوروبية مع المستعمر الفرنسي طيلة فترة الاحتلال الفرنسي وتحديدا خلال مرحلة الثورة الجزائرية. ولا يخفى على دارس ومطلع وعلى عموم الشعب الجزائري أن الحلف الأطلسي كان قد سرح لفرنسا جنودها وعساكرها، بل أن بريطانيا وألمانيا وكثير من دول وبلجيكا وغيرها مكنتها من كثير من المال والرجال وكذلك من السلاح خاصة سلاح الطيران في دعم واضح وموثق تاريخيا لأجل قهر إرادة الشعب الجزائري ولأجل إدامة الاستعمار، وكثيرا ما وقفت دبلوماسيا أيضا ضد تدويل القضية الجزائرية من منطلق اعتبارها أنها قضية فرنسية داخلية. وإذا شئت أن أعمق أكثر في التاريخ، ولست بمن يؤدلج الفعل التاريخي، ولكن السياق الحروب الصليبية التاريخية وما بعدها والموقف من فلسطين واحتلالها والموقف من قسم الجنوب بشكل عام والمحيط العربي بشكل خاص والجزائر على وجه التحديد ليس مستغربا. ولذلك هذا يدخل في سياسة الكيل بمكيالين. ففي الوقت الذي نجد هذا الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ودوله قد دمرت العراق من 2001 إلى اليوم ولا تزال تشعل الفتن، دمرت سوريا وباقي البلاد العربية، تخطط لمشروع تقسيم المقسم ومحاولة ضرب حصانة هذا البلد، وفي تقديري أن هذا أمر ليس مستغرب. لكن المستغرب أن تجد من الجزائريين للأسف من ينتمون فحوى السؤال يعني. بالضبط، من تجد من بني جلدتنا من يبيع ضميره الأخلاقي وضميره الوطني ويذهب لتسويق مشاكل أنا نسميها البيت الكبير. سيد يوسف قاسمي، نعم. ما هي الأطراف التي مشات إلى البرلمان الأوروبي في نظرك وخلات البرلمان الأوروبي يخرج بهذه الخزعبلات؟ طبعا هم وكلاء العصابة بالمختصر وأذيالها وكل المنتفعين في محيطها، سواء داخل البلد وهم معروفون بأسمائهم ومسمياتهم، جزء منهم وكثيرا ما تحدثت في أكثر من منبر، جزء منهم للأسف حاول تحريف القطار الحراك باتجاه غير الاتجاه الذي انطلق، وخاصة في جمعاته التسعة والثمانية الأولى. ولذلك كثيرا ما قلت بأن الحراك بعد التاسعة لم يعد بريئا، فدخلت أجندات من أذرع العصابة من المنتفعين من وكلاء المستعمر الأمس وتحديدا فرنسا،
لأن فرنسا تنظر دائما للجزائر على أنها مستعمرة مفيدة كما كانت بالأمس، يجب أن تبقى. ولذلك هذه الأطراف فيها أطراف مالية وأطراف إعلامية وأطراف سياسية ونشطة باسم حقوق الإنسان، وفيهم حتى ممن ينشط الآن في بروكسل وفي غير بروكسل من النواب. وأنا اليوم تابعت أن هناك نائبة جزائرية من أصول جزائرية وحاولت أن تتحدث وتغلط الرأي العام في الجزائر، العربية مثل ما هو يشاع عندنا حرة وديمقراطية ومقابل العنف الممارس. ندخل إلى بيت البرلمان الأوروبي. لما تحدثت عن النائبة الفرنسية، لأنه فيه 14 نائب من جنسية فرنسية في التكتل هذا نتاع البرلمان الأوروبي، كلهم دخلوا يعني أو رافعوا باسم حقوق الإنسان. الشيء المستغرب، هذه قريب 8 يعني أشهر أو 9 أشهر منذ بداية التغيير في الجزائر والحراك، فرنسا لزمت الصمت يعني ربما لأسباب معينة. اليوم يعني صمت ظهرا ونطق كفرا. لماذا اختارت فرنسا والبرلمان الأوروبي هذا الظرف بالضبط لإصدار هذا الموقف؟ بالبساطة لأن المعركة الحقيقة معركة بدأت منذ النضال العهدة الخامسة، ويوم أبطلت هذه العهدة بتفعيل المادة 102 بإرادة وطنية خالصة، جزء منها وهو الجزء الأكبر بضغط الشارع والحراك المبارك الذي دائما نحن نعتبره مرجعا، أحد مراجع في توجهات الكبرى، وجزء منه طبعا المواقف المشرفة للمؤسسة العسكرية وباقي الخيرين في البلد وهم كفر، منهم رجال الإعلام ورجال السياسة ورجال الفكر والنخب التي نمثل شريحة واسعة منها في منتدى النخبة والكفاءات الوطنية. ولذلك الآن فرنسا دخلت في منطق الحسابات السياسية أو السياسوية بالأحرى، وحاولت أن توجه الحراك في غير وجهته، حاولت الابتزاز، حاولت الوصول إلى مصدر القرار والمعلومة. لما فشلت كلها واختار أقول شريحة واسعة ومن الشعب الجزائري أن يذهب إلى في سياق المسار الانتخابي الذي نؤمن به كمسلك آمن، وأدركت بأن القطار انطلق إلى 12 ديسمبر ولم يعد هناك الآن مجال لإمكانية تغيير الوجهة، استخدمت الورقة للاتحاد الأوروبي وورقة الدولية والدبلوماسية من أجل ماذا؟ إيقاف هذا القطار من ناحية، والتشويش على ماذا؟ المزاج العام الوطني من ناحية ثانية. سيد قاسمي، كذلك هناك ورقة التشكيك، ربما التشكيك هو سلاح يستعمله البعض لضرب بعض أو للترويج لمواقف معينة. كان هناك من يعتقد أنه تدرع بالتدخل الأوروبي والأجنبي هو بعبع حتى نقنع الناس بالذهاب للانتخابات. اليوم الوضع بات يعني ظاهرا للعيان خلال هذا الموقف. هل لم يبقى لهؤلاء المشككين في أن الانتخابات ضرورة ملحة لتجاوز هذه الأزمة في نظرك؟ صحيح، في رأيي أنه اليوم في المجتمع الجزائري من خلال تفاعلات المشهد السياسي الوطني بشكل عام، وبعد خاصة انطلاق مسار الحملة الانتخابية وتفاعلاتها، وأدرك الناس أن لا مناص ذاهبون إلى هذا المسار وإن شاء الله سوف ينجح بغض النظر عن عيوبه والتحفظات التي موجودة وكل هذه المسائل، لكن الإشكال أننا نتغذى كثير من الدعاية وكثير من الناس يروجون الكذب حتى يصدقهم الناس. أكذب حتى يصدقك الناس بالضبط. وهذه هي السياسة المعتمدة سواء إعلاميا أو سياسيا، وحتى على الفضاء الأزرق هناك ضخ كم هائل من المعلومات المغلوطة بشأن المؤسسة، بشأن الرجال الأشراف، بشأن المواقف، بشأن كذا بشأن كذا، هذا كله من أجل ماذا؟ إحباط المعنويات ومن أجل تحريف. سيد تكلمت لي عن الأخطاء، هل ارتكبنا أخطاء حتى خلينا الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالأحرى يتدخل فينا؟ طبعا الجهد البشري والاجتهاد البشري معرض للخطأ حتما، وفي ظل الأزمات يصير أنه الوضع غير الطبيعي لا يقاس بالوضع الطبيعي. ولذلك في تقديري أن مثل ما أخطأ الحراك جزء منه في الاستجابة لنداءات بعض المغرضين ومحاولة مغالبة نقل الحراك من طبعه السلم المطالبي إلى المغالبة، المغالبة وظنا منه بأن التغيير يحدث به الضغط هذا القوي وكذا وكذا، كذلك أخطأت السلطة في كثير من الأمور، ربما لم تحسن إدارة الحوار الداخلي، ربما لم تحسن استثمار الوقت المناسب
في اتخاذ قرارات حاسمة كثير من الأشياء. ولكن أنا أؤمن جدا بأن إرادة الوطنيين والجزائر إذا مس في كرامته ومس في وطنيته وفي وحدة بلده سينسى كل خلافاته. ولذلك أنا أدعو كل الجزائريين الرسميين في المؤسسة وفي السلطة وفي كل المواقع المجتمع المدني الفعاليات السياسية وكذلك فعالية الحراك وهي جزء مهم وفاعل في المشهد أن يدركوا حجم الخطورة. والتدخل الأجنبي نعرفوا تأثيراته الآن في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل دول الساحل حتى في حديقتنا الخلفية في مالي والنيجر. يعني السيد قاسمي الوضع أو الموقف في نظرك هو مرتبط أساسا بالانتخابات. نمشي شوية خطوة للوراء حتى نمكن أن نتقدم. لأنه الجزائر شهدت انتخابات على مدى التاريخ، كان الاتحاد الأوروبي، كان البرلمان الأوروبي، كان الملاحظون الدوليون ليجي الجزائر فور انتهاء الانتخابات يصدرون بيان للتهليل وكذلك التشجيع على الانتخابات جرت في ظروف حسنة ظروف عادية وأن الشعب أحسن الاختيار. لماذا اليوم لما الجزائر على مقربة لهذه الانتخابات بدأت هذه الأبواق في الخروج من وراء البحر؟ صحيح، هو الفاعل الأقوى في هذا القرار اليوم وفي هذا الدعاوة من الاعتداء أن فرنسا ليست مستعدة لاستقبال جزائريين هاربين من وضع غير لائق وكلام يتعلق بتعدي على حقوق الإنسان وكذلك ما تعلق بالحوار وعدم احترام حرية المعتقد. هذه فرنسا بالتحديد هي الطرف الأساسي فيه. بماذا؟ لأن فرنسا لها مصالح تاريخية، مصالح اقتصادية كانت تصنع الرؤساء، وأقولها بمسؤولية تاريخية، كانت لها دور بارز في صناعة رؤساء البلد. الآن انقطع عنها. تقصد الفترة تاع 20 سنة الفترة السابقة خاصة يعني بالفترة بالتحديد يعني. بالتحديد نعم، كان لها ضلع كبير في صناعة هذا، وربما حضرت مع أطراف وما كشفته المؤسسة من تحالف ووجود اجتماع مع ممثل السفارة الفرنسية مع ناس سامين قوى غير دستورية ومحاولة التآمر ضد الحراك وضد الإرادة الوطنية العامة، هذا يدخل بنا هذا النسق وهذا السياق. سيدي الكريم بعد فاصل قصير فتكرموا بالبقاء معنا. عودة مجددة مشاهدينا الكرام لمتابعة حلقة البلاد اليوم التي خصصناها للتدخل السافر من البرلمان الأوروبي فيما أسماه اجتماع خاص بدراسة الأوضاع في الجزائر. ولدراسة هذا الوضع حيال هذا الموقف الأوروبي يسعدني تجديد الترحاب بالدكتور يوسف قاسمي هو المنسق العام لمنتدى النخبة والكفاءات الوطنية. كنت سألتك قبل الفاصل وكنت بصدد الإجابة حول موقف فرنسا التي كانت تصنع الرؤساء، ممكن الاستفادة في هذا الموقف؟ نعم، قلت أنه فرنسا من منطلق مصالح تاريخية، منطلق مصالح اقتصادية وسياسية، كان لها الضلع الكبير في التأثير في السياسة الداخلية للبلد وعلى رأسها خاصة موقع الرئاسة وموقع حساس جدا خاصة خلال العهدات السابقة. وأعتقد أن المخلوع رئيس المخلوع هو نفسه جاء بتزكية وبمباركة، وثم أنه كانوا الفرنسيين يضمنون ومن خلال فرنسا طبعا مجموعة الاتحاد الأوروبي وكذا. وإحنا نعرف أنه في السياسة لا يوجد أصدقاء دائمون ولكن توجد مصالح دائمة، ومن هذا المنظور تم الاشتغال على هذا الأمر. الآن في المرحلة الجديدة وبوجود قيادة خاصة على مستوى المؤسسة العسكرية نعتقد فيها الإخلاص والوطنية الصادقة، ومن خلال الخطابات والمواقف المشرفة في مرافقة الحراك وحماية المجتمع ومؤسسات سيرورة الدولة كلها والمواقف والتعهدات بأنها سوف تحترم إرادة الشعب الجزائري وهذا الذي نسعى إليه جهدنا، لم تجد بدنا الآن بعد أن قطعت بها السبل ولم تجد هناك مصدر للمعلومة أو للتأثير على القرار. وحتى الجزائريين لأول مرة احنا في تاريخ الجزائر ما عرفوش كون هو رئيس القادم، هذا أيضا يعتبر مكسب من مكاسب تقدم ديمقراطي في تجربتنا. ولذلك اشتغلوا على هذا الأمر. للأسف دائما كاين رجع الصدى، رجع الصدى هو الأذناب ووكلاء المنتفعين والذين باعوا ضمائرهم مثل الذين باعوا ضمائرهم أمس في ثورة التحرير ومسمون بالحركة. أيضا يوجد حركة جدد اليوم بزي مدني وبزي غير مدني يعيشون بيننا ويشتغلون على أجندات لا تخدم
لا شغفهم الوطني والذاتي ولا مصلح مجتمعهم ولا الأمن القومي لوطنهم. يعني سيد قاسمي ترى أنه ليس من الاستهانة بهذا الخطر تصور لأن اليوم لأنه في فئة 100 صوتت لصالح هذه المرافعة أو هذا الموقف، بينما يعني اعترض أكثر من كذلك بخصوص هذا التقرير، يعني ما هو خطورة الموقف لو أن البرلمان الأوروبي حقيقة أصدر مذكرة في حق الجزائر؟ أنا في رأيي الخطورة تكمن لما تجد أرضية خصبة في الداخل لقبول هذا وتفعيله، ولكن أنا أؤمن بجزائرية كل الجزائريين في المعارضة وفي غير المعارضة، مؤيد الانتخابات وغير مؤيد الانتخابات، لأنه هذه مسألة كرامة قبل ما تكون حاجة أخرى، هذا امتحان وطن ويجب أن ننجح فيه. ولذلك ما لم تجد هذه القوة منفذا وأرضية داخلية لقبول وتفعيل هذا القرار أو ما يشبهه لن يكون له صدى، وسيكون صداه إعلاميا في مستوى محدود. فقط يجب نحن أن نحصن مناعتنا الداخلية، مناعتنا الوطنية في المسائل ذات الأثر المتعدي، لأنه أي انزلاق أو أي استجابة أو أي تفاعل غير وطني مع هذا مثل هذه التحركات ومثل هذه المواقف طبعا ستكون أثاره سلبية على الجميع. ولذلك أنا أدعو من منطلق جزائريتي، منطلق وطنيتي كواحد من الجزائريين، أدعو كل الشعب الجزائري إلى أن يتصدى بهذا من خلال الوعي والالتفاف حول السيادة، مفهوم السيادة الوطني. عهد الوصاية انتهى، الوصاية التاريخية والوصاية الحضارية والوصاية السياسية الفرنسية وغير الفرنسية، وإحنا محن هذه مرينا بها كثير في التسعينات، مرينا بها ما بعدها، وقدرنا نتجاوزها بوش بوحدتنا وبجزائريتنا. دكتور يعني نعم. اليوم فيها ردود فعل رسمية كما قلنا في العنوان واستنكار شعبي. بالنسبة للردود الرسمية هو موقف البرلمان الجزائري بغرفته، تدخل لشنين رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذلك صالح قجول بالنيابة رئيس مجلس الأمة، هل ترى أن هذا الرد الرسمي كافي أو نحتاج إلى رد آخر؟ الجميل في هذا الأمر أنه من عادة الدبلوماسية الجزائرية أنها باردة وأنها ناضجة ولا تتخذ الموقف المتسرع، لكن اليوم جاء رد الفعل مباشرة. لماذا؟ لأن المسألة تتعلق بقضية وطنية حساسة وبإرادة حرة للشعب الجزائري في تولي شأنه الداخلي مثل ما يشاء وبالشكل الذي يشاء، وفي النهاية الصندوق هو الذي يحكم وهو الذي محق الإرادة الشعبية، هذا من ناحية. وبالتالي أنا أثمن هذا رد الفعل السيد رئيس البرلمان وكذلك السيد رئيس مجلس الأمة، وأنا أدعو كل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين وكل النخب وكل الإطارات وحتى شباب الحراك أن يرفع شعارات ضد هذا التدخل، وهذا هذا هذا جانب. الجانب الثاني يتعلق بأن نشتغل نحن على تقريب وجهات نظرنا بالطريقة الحضارية السلمية التي أخذنا درسها من الحراك ومن خلال تفاعل خاصة المؤسسة الأمنية بكلياتها مع ما يحدث بطريقة أعجبت كل العالم، وبالتالي نستطيع أن نتجاوز هذا المحنة إذا استطعنا أن نتنكر لشيء من الذات وأن ننحاز إلى قضية الوطن بعيدا عن الديماغوجية وبعيدا عن لغة الخشب وبعيدا عن المزايدة السياسية. كلنا جزائريين في النهاية، ولازم نفهموا حاجة، الحريق لما يحدث في العمارة ولا في البيت واحد ما يقدر يمنع منه، إذا ما لتموش الناس كل باش يطفيوا هذا الحريق سينتقل إلى الجيران. ولذلك الآن شرارة الحريق جاءت من بروكسل، يجب أن نوقفها وأن تنطفئ قبل أن تصل إليه. تسوقا مع موقف البرلمان بغرفته، هل تستشرف أن يكون استدعاء لممثل الاتحاد الأوروبي في الجزائر؟ أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، لأن المسألة مسألة خط أحمر، ويجب على الموقف الرسمي الجزائري أن يفعل هذا حتى يعزز حتى مصداقية الداخل ويعزز مناعة الوطنية. وأنا قلت يجب كذلك أن يكون له ظهيرا، والظهير هذا هو الشعب والنخب والفعاليات والإعلام وكل هذا، يجب أن نتجند نحن جميعا من أجل الدفاع عن قضية الوطن. لما نبعد الخطأ بعد ذلك يمكن أن نحل خلافاتنا بالآليات السلمية والآليات القانونية المشروعة التي بها سوف يحسم الصندوق
في نتيجتها إن شاء الله في 12 ديسمبر. سيد قاسمي، كيف تقرأ موقف الطبقة السياسية، الأحزاب السياسية من هذا الموقف البرلمان الأوروبي؟ أتوقع أنا لما الحقيقة لما أتابع للحظة يعني موقف الأحزاب والمجموعات، ولكن أتوقع أن تكون هناك ردود فعل حتى من يمكن الأحزاب الرافضة للانتخابات، لأن المسألة كما قلت مسألة وطنية مش مسألة تعالى، والمسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية تفرض علينا أن نكون كلنا في خندق واحد. ولذلك أنا دائما أقول أدعو الجميع إلى أن هذا هو محك الوطنية الحقيقية، هو فعل المواطنة يتحدد من خلال الموقف في هكذا قضية وغيرها من القضايا. يبقى الشأن الداخلي دائما محل التداول، محل الرأي، والدستور يكفل للجميع الحقوق في التعبير وفي الاختلاف. الجزائر لها حدود، لها مواقف يعني مختلفة من مختلف الدول، ليس كل الدول هي أصدقاء للجزائر، لا تريد ربما الخير للجزائر كلها. هذا الموقف ربما إلى أي مدى يمكن استغلاله من بعض الأطراف المعادية للجزائر؟ وفي النهاية لازم احنا ثاني ما نضخموش الأمر أكثر من مما هو فيه. صحيح ضروري أن نوقف بداية الشر حتى لا يتحول إلى شيء أكبر، ولكن في النهاية هي لم يصدر قرار بهذا الشكل، لم يقع عليه الإجماع، قضية 14 من الناس ممكنهم محسوبين وكلهم تقريب على الإليزي بالتحديد وعلى الطرف الفرنسي، وهذا ليس مستغرب كما قلت في البداية. لكن في تقديري أنا لن تأخذ المسألة أبعد من ذلك، لأنه في النهاية المصالح هي التي تتحكم في علاقات الدول، وإحنا دولة محترمة في كل الحالات. وأنا دائما أفرق بين مواقف الدولة وأنا منحاز لها بشكل مطلق، ومواقف السلطة التي حولها الكثير من الاختلافات وكثير من الرأي والانتقاد في السلطة القائمة أو التي يمكن أن تكون، وهذا جزء من حيوية المجتمع وحيوية الدولة واستمرارية. هناك ربما كل كما يقال كل ضارة نافعة. نعم. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذا أو يكون هذا الموقف نافع للجزائر؟ بالتأكيد، لأنه جهاز المناعة لما يتقاس يوقع استنفار شامل، والإنسان أحيانا ما يحسش. إحنا عندنا ثقافة، يمكن ثقافة صحية محدودة حتى من ناحية البيولوجية، يمكن الإنسان ما يروحش للطبيب غير كي يمر، ولكن لما يكتشف هناك حالة من حالات بداية الخطر يولي يقوم بالدور. ولذلك أنا أتوقع أنه هذا الاستفزاز وهذا الشكل من التدخل السافر الذي أدينه بشكل شخصي وأدينه باسم المنتدى وباسم كل خيري هذا الوطن إدانة شاملة، ونحن متجندون من أجل الدفاع عن وطننا كما دافع عليه أبائنا وأجدادنا بالأمس، ندافع عليه بكل الوسائل المتاحة حتى نحمي هذا الإرث وندافع عن هذا الوطن. ولذلك أنا في تقديري يمكننا أن نتجاوز هذا الأمر، ولكن بوحدتنا وقدرتنا على تقوية الداخل، وكلما كان الداخل قويا متينا كلما استعصى عن التدخلات الخارجية. المواقف السياسية والعلاقات الدبلوماسية تعرف أنها يعني تتميز بتغير ولا تغير، صحيح ثابتة ولكن ثابت. نعم. فيه كذلك متحول. نعم. ما هي الأشياء اللي تخلي ربما البرلمان الأوروبي يتراجع عن هذا الموقف، يتراجع عن هذه الاستفزازات وهذه النظرة الدنيا للجزائر؟ أنا في رأيي مهما يكون هو نقاش داخل البرلمان الأوروبي صحيح، ولكن ضمن سياق ومنظورهم الحقوقي تناولوا الموقف، لكن مواقف الدول مسألة أخرى. والبرلمان لا ننسى أنه يمثل صحيح الفسيفساء الأوروبية، احنا عندنا علاقات مع ألمانيا مختلفة على فرنسا، وعندنا علاقات مع إيطاليا مختلفة، ومع إسبانيا، ومع الدول الشرقية اللي تنتمي للاتحاد الأوروبي، ومع كثير من الدول. ولذلك الآن دور الدبلوماسية الجزائرية أن تمارس الاختراق، مش فقط أنها تدير رد الفعل وتحاول أن ماذا تعزيل الموقف الفرنسي تحديدا وموقف هذه الفئة التي لتذكر بين قوسين حتى الاتحاد الأوروبي اشتكى من اللوبي الفرنسي في البرلمان الأوروبي. بالضبط، واللوبي الفرنسي أساسا ما نساش الرئيس الفرنسي وزوجته وارتباطه بالعائلة روتشيلد المالية والصهيونية العالمية وتفاصيل كثيرة. أنا لا أحب أن هم عندهم العصابة المالية، عندهم عصابة مالية وعندهم عصابة حتى إيديولوجية وعنصرية، ولها أحقاد تاريخية تجاه الموقف الجزائري تحديدا، ويمتد حتى لفلسطين والقضايا القومية العربية ورفضها التدخل في ليبيا. ولا ننسى أن الطيران الفرنسي والطيران كثير من الدول راه يشتغل ويقتل في إخواننا الليبيين وكذلك في سوريا وفي غيرها. ولذلك الموقف الجزائري ربما بالنسبة لهم في شوكة المقاطعة، لأنه ذكرتني بموقف يقال أنه بوتفريقة أعطاهم المجال حتى يدخلوا في مالي. يعني اليوم لما غلقت عليهم هذه الأمور بالضبط ربما ظهروا بهذا الموقف، وهذا الذي أشرت إليه في
وجود قيادة وطنية مخلصة صادقة فعلا أنها وفية وامتدادا لشعبنا الأصيل ولامتداده التاريخ النوفمبري وكل تاريخنا الثوري والمشرف. ولذلك هذا الأمر هو الذي استفز. الآن كاين جنون، اسمح لي على التعبير هذا، اسمح لي المشاهد الكريم، فرنسا الآن صار لها كل مصروع اللي ما مش عارف وجهته، لأنه إذا فقدت الجزائر الآن كقاعدة استراتيجية وتاريخية واقتصادية وكذا راح تفقد كل المساحة الأوروبية، مثل ما كان في 62 استقلال الجزائر فتح المجال لتحرر الكثير من الدول ولتقليص النفوذ الفرنسي. كذلك اليوم نجحنا في استرداد سيادتنا، وهذا جزء من مشروع الثوري، مشروع التحرر الوطني، هذا حتما سيفقد الكثير من المساحة الفرنسي. دهمنا سيد الكريم، ما هو أحسن رد على هذا الموقف؟ طبعا أحسن رد على هذا الموقف ان 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 نحصن وحدتنا الوطنيه وان نفعل حس المواطنه كل في موقعه وكل بما هو متاح له. ما هو المتاح بالنسبه لمنتدى الكفاءات الذي منتدى الكفاءات والنخبه الوطنيه؟ انا باسم هذا المنتدى كمنسق عام، اولا من حيث المبدا ادين هذا الامر إدانة شديده وارفضه رفضا قاطعا، وأدعو من خلال هذا المنبر كل منتسبي المنتدى والمتعاطفين وكل الجزائريين بدون استثناء بعيد عن العناوين السياسية وغيرها إلى الالتفاف حول فكرة الوحدة الوطنية ورفض هذا القرار. في المستوى الثاني إذا سمحت لي ومن خلال هذا المنبر المحترم، نحن في منتدى النخبة الوطنية درنا اليوم قرار أعتبره قرار استراتيجيا، وهو احنا انسجاما مع موقفنا من الأزمة اللي هو موقف تناغم ومحاولة البحث عن حل داخل الدستور ومن خلال روحه واجتهاد والتوافق السياسي الوطني، اشتغلنا على مدى 7 أشهر ووقفنا عن كل المحطات. احنا اليوم اتخذنا قرار تاريخي لدعم المسار الانتخابي من خلال إعلاننا رسميا موقفنا بالوقوف إلى جانب المترشح الأستاذ السيد علي بن فليس في دعمه من أجل نجاح المسار الانتخابي، ونظرتنا إلى هذا الرجل بأنه أفضل الموجود وبإمكانه يحمل كثير من القيم التي يمكن أن يساعد الجزائريين على الخروج من الأزمة. إذن الأستاذ الدكتور قاسمي يوسف، رئيس ومنسق العام لمنتدى النخبة والكفاءات الوطنية، شكرا على حضورك معنا. أهلا وسهلا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نطوي أوراق حلقة البلد اليوم، نلقاكم في فرصة قادمة بحول الله. إلى ذلك الحين سلام.